السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. درت هذا الفيديو هذا خفيف ظريف، باغي نعلم واحد النقطة صغيرة، هي واخا صغيرة ولكن مهمة مهمة في الجمبري بزاف، اللي هي هذه الحركة هذه. هذه الحركة هذه مهمة بزاف في الجمبري، كتنفعكم كتنفع زعما تنفعكم في بزاف ديال الطروح، واللي ما عارفاش غادي يلقى صعوبه باش يضرب الجمبري. هي مزيان الا كنتي كضربها مزيان، من الاحسن غادي يسهل عليك طرح على اخرين، ومن الاحسن تعلمها. هاي دابا كان هاد الصبع هذا كنخالفو مع ثلاثه الصبع الاخرين، هاد ثلاثه الصبع هادو كنضرب بهم الجلده هنايا، وهاد الصبع هذا كنضرب به الوترات كاملين، الدير والوسطيه والتحتيه كاملين في دقه واحده بحال هكا. هاد ثلاثة هادو كنضرب بيهم هنايا، وهاد الصبع هذا كنضرب بيه الوطراش بثلاثة. كنضرب من الدير كنضرب ونجمع كلشي. شي راه ساهلة هاد الحركة هادي، غير هي مهمة وكتنفع في بزاف ديال الطروحة. مثلا ناخدو مثال، هي بزاف غادي تلقاو الا لاحظتو، الا شفتو شي فيديوهات في يوتيوب ولا شفتو شي واحد كيضرب الجمبري، غتلقاو ضروري كيديرو هاد الحركة هادي، ومن الاحسن تعلمو. لان ترى ساهلة هاد الصبع هذا كنضرب بيه هادو بثلاثة، كنخالف هاد الصبع هذا مع ثلاثة الصبع هادو كنضرب بهم الجلدة، وهذا كنضرب به. ونحاول مع التدريب، مع كتبقى تعاود المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، غتولي خفيفة. نحاول نضرب بالجلد. السلام عليكم.